مشاهدي سبوت شوت، اهلا وسهلا فيكم بحلقه جديده من برنامج وجهه نظر. ضيف اليوم الخبير في الشؤون العربيه والخليجيه من الامارات العربيه المتحده الاستاذ عبد الجليل السعيد، اهلا وسهلا بك. حياكم الله جميعا، شكرا لكم على الاستضافه. كنا نتناقش قبل الحلقه من وين بدنا نبلش، من اي جبهه ومن اي محور. اليوم في جبهات مشتعله بالمنطقه، يمكن ارتأينا انه نبلش من الاوسع الى الاضيق. اليوم اذا بدنا نحكي عن ما يحدث من جلبه وفوضى في البحر الأحمر من هذه التهديدات للسفن، يمكن للملاحة العالمية، كيف تعلق اليوم على ما يحدث في البحر الأحمر وخليج عدن؟ يعني هو باختصار شديد أنت وصفتها ربما بشكل دقيق، مسألة جلبة وفوضى إذا صح التعبير، لكن أنا أراها على الأقل مرتبطة بذلك ومرتبطة أيضا بالتحرش الإيراني المرسوم بدقة متناهية لهذه الأذرع ولتلك الميليشيات. لا يمكن لنا أن ننظر إلى هذه الميليشيات سواء كان ميليشيا الحوثي في اليمن أو ميليشيا حزب الله في لبنان أو الميليشيات في العراق، لا يمكن لنا أن ننظر إلى هذه الميليشيات بمعزل عن التخطيط الإيراني. لذلك أعتقد بأن إيران حركت ميليشيا الحوثي من أجل التخفيف نوعا ما عن الجبهة اللبنانية فيما يتعلق بالتحرشات الخاصة بإسرائيل، وبالتالي ربما يتاح للحوثيين أن يقتسموا الكعكة وأن يحصلوا على بعض الأمور التي تطالب بها إيران لهم، وبنفس الوقت أن يطالبوا بالنيابة عن إيران حول الكثير من المطالب. وهناك العديد من الأشياء التي تتسرب من محاضر الاجتماعات وهي في غاية الأهمية، وهي تشرح وتوضح طبيعة أن الحوثي على سبيل المثال يساوم ولا يقاوم. فالحوثيون عزيزي طلبوا من الأمريكان ثلاثة أشياء، طلبوا بالدرجة الأولى عبر الوسطاء الذين جلسوا معهم في الغرف المغلقة، طلبوا أن يتم الاعتراف بهم كسلطة شرعية في اليمن. تعرف أن الحالة الحوثية مختلفة نوعا ما عما يجري في لبنان، يعني على سبيل المثال ميليشيا حزب الله في لبنان لها ذراع سياسي موجود في البرلمان، موجود في الحكومة، يقرر مصير البلد. أما في اليمن الحوثيون بقوا سلطة أمر واقع ولديهم تصنيف إرهابي في عدد من الدول، ولذلك طلبوا بالاعتراف بهم كسلطة شرعية. طلبوا أيضا بفتح السفارة الأمريكية رسميا في صنعاء وقدوم السفير إليها، وبالتالي عرضوا على الأمريكان قبالة ذلك أن يوقفوا كل العبث إذا استجابت أمريكا إلى مطالبهم. بل أكثر من ذلك، الحوثيون عرضوا على الأمريكان إن هم وافقوا على الإفراج عن 16 مليار دولار خاصة بإيران ومجمدة في بنوك غربية، أن يغلقوا مكاتب حركتي حماس والجهاد وأن يطردوا ممثليها من صنعاء. يعني ذهبوا إلى هذه الخيارات، وهذا للأسف ما لا يتم تداوله أحيانا على يعني أشد المشهد، لأنه لا يمكن لنا أن نفصل بين المساومات الإيرانية وبين هذه الواقعية الموجودة بالمتاجرة بالقضية الفلسطينية. بس هذا كلام دقيق وربما يمكن له نتائج كبيرة إذا صح ما تقول حضرتك. اليوم نقول أنه هنالك وساطة أو ربما تجري مفاوضات بين الحوثيين وأمريكا حول ومساومة حول وجود حركة حماس، مساومة حول يمكن القضية الفلسطينية بشكل أساسي. يعني دعني أضرب لك مثال، هل يستطيع الحوثيون الاقتراب من السفن الصينية التي تذهب إلى موانئ أشدود أو إيلات أو حيفا؟ لن يقتربوا لها بأوامر من إيران. حتى الآن إذا فتحت أي موقع مرتبط بالسفن أو يتابع حركة وتتبع رادارات السفن أو هذه الأشياء التقنية، ستجد بطبيعة الحال، وأنا قبل الدخول معك على الهواء كنت أشيك على بعض هذه الأمور، ستجد ببساطة وبتقنية بسيطة ستجد أن السفن الصينية على سبيل المثال تذهب كلها إلى الجانب الإسرائيلي دون أن يستطيع الحوثيون إيقافها. إذن المسألة مسألة تخيير وليست مسألة مقاومة. إذا كنت أنت تمنع السفن فلتمنع جميع السفن، لماذا تسمح للصيني؟ لأن الصيني ولي نعمة الإيراني وهو الذي يعني مسؤول عن كفالة الإيراني في كثير من القضايا الموجودة في المنطقة. هذا الأمر لا نستغربه، لكن للأسف نحن في وقت حضرت به العواطف وغاب به العقل والمعلومة الصحيحة. يعني تقول لي أن ربما نشهد اليوم تطورا في الموقف الأمريكي، ربما سابقا كان في امتعاض كبير من إدارة الرئيس بايدن وهو سحب يمكن التوصيف الإرهابي عن جماعة الحوثيين. هل نقول اليوم أننا قد نشهد مساومة أو تطور أو صفقة ما بين الحوثيين وأمريكا وإن تجري هذه المفاوضات في ظل حرب غزة؟ يعني هو للأسف نحن أمام إدارة أمريكية هي أسوأ إدارة تمر في تاريخ الولايات المتحدة الأمريكية من وجهة نظر حلفائها. هي إدارة يعني كما يقال تستعدي الحلفاء وتسترضي الأعداء، وللأسف الرئيس بايدن دشن وجوده في البيت الأبيض منذ الأسبوع الأول بإزالة الحوثيين عن قوائم الإرهاب. هذا لسبب بسيط جدا،
لأن هذه الإدارة الأمريكية، إدارة بايدن والأوباميين، تريد أن تستعمل الحوثيين كورقة ابتزاز لدول الخليج العربي. هم بالنسبة لهم إرهاب الحوثي أحلى على قلوبهم من العسل، هم يريدون أن يستعملوا هذه الورقة، ولذلك منعوا الصفقات الدفاعية التي كانت تذهب بأسلحة إلى المملكة العربية السعودية، منعوا التعاون الاستخباراتي، سحبوا الباتريوت، حاربوا ما قامت به السعودية من مكافحة للإرهاب الحوثي الإيراني في اليمن، وقفوا ضدها، حتى قبلت السعودية بالمحصلة بتنظيم الخلاف مع إيران، وقبلت بالوساطة الصينية التي أفضت إلى كفالة نظام الملالي. لا تعتقد يا عزيزي أن هوبستين الذي يزوركم في لبنان ويتصافح مع ممثل ميليشيا حزب الله على سبيل المثال في الجانب السياسي الرئيس نبيه بري، أنه يختلف في اليمن عن الحالة الموجودة فيها في لبنان. بالعكس، إدارة بايدن هي أكبر صديق وحليف للميليشيات، وهي تعتقد بأن هذه أوراق ابتزاز من الممكن أن تضغط بها على دول المنطقة. ذكرت بأنه هنالك ورقة ابتزاز تحاول إدارة الرئيس بايدن يمكن ممارستها على دول الخليج. اليوم دول الخليج ربما نستطيع أن نقول بأنها بمنظر المتفرج تقول للإدارة الأمريكية أبعوا شوكم بإيدكم مثل ما نقول بلبنان. هذا بطبيعة الحال، نحن نتحدث عن المحمدين، عن محمد بن زايد ومحمد بن سلمان. هذه الاستراتيجية القوية التي وصلت في مرحلة من المراحل إلى عدم الرد على اتصالات الرئيس الأمريكي، هذا موثق في الأخبار وفي وسائل الإعلام، وأعتقد أنكم في منصتكم مررتم عليه عدة مرات. نحن نتحدث هنا على الأقل عن أنك كأمريكي منعت التعاون الاستخباراتي معي، طعنت التحالف العربي الذي كان يكافح الإرهاب بقيادة السعودية والإمارات في اليمن، وجئت الآن لتقول بلسان عربي فصيح أو بلسان غربي فصيح: تعالوا معي لنذهب ونكافح إرهاب الحوثي في اليمن، فقط لأنه استهدف بعض السفن التجارية الذاهبة إلى إسرائيل. أمريكا تريد مكافحة الإرهاب بالتقسيط يا عزيزي، ولا تريد مكافحة الإرهاب بالجملة. السعودية أو الإمارات أو هذه الدول تريد استئصال الإرهاب وتريد الذهاب إلى الأسباب وليس النتائج. هؤلاء الأمريكان ينظرون إلى النتائج، نحن نريد معالجة الأسباب. السعودية تقول: إذا كنتم تريدون مكافحة الإرهاب فالإرهاب يجب أن يكافح بالجملة، مش الإرهاب مياومة، اليوم بدك تكافح الإرهاب وبكرة بدك يعني كما يقال تشوش على الذين يكافحون الإرهاب. هذه قصة يعني لا تسير في عالم السياسة. لذلك برأيك رأينا نأي بالنفس ربما من دول الخليج وخصوصا السعودية والإمارات عن المشاركة بالتحالف البحري اليوم الذي يضمن سلامة البحر الأحمر وخليج عدن. هل هنالك نية ربما وتحدث التسريبات أنه ربما نشهد يمكن انضمام سري لبعض الدول العربية إلى هذا التحالف الأمريكي؟ ما مدى صدقية هذا الموضوع؟ لا يا عزيزي، دعني أستعير يعني كما يقال مصطلحين دارجين في الإعلام اللبناني وأدخل بالمباشر لأشرح المشهدية كما تذكرون أحيانا يا عزيزي. الوزير الأمريكي وزير الدفاع لويد أوستن حل في الكويت قبل أيام معزيا ومبعوثا من قبل الرئيس الأمريكي في وفاة الشيخ نواف رحمة الله عليه أمير الكويت السابق، ونغتنم هذه الفرصة طبعا لنقدم العزاء لأهلنا في الكويت، وبنفس الوقت أيضا نبارك لهم وجود الشيخ مشعل على مسند الإمارة مجددا. أيضا الوزير الأمريكي طلب زيارة الإمارات وطلب زيارة السعودية، لكنه حظي بزيارة المنامة بحكم وجود قيادة الأسطول الخامس الأمريكي في المنامة. رفضت زيارته على الأقل بحسب معلومات تسربت في الإعلام الأمريكي، لأنه تم الطلب وقيل بأننا نريد أن نذهب إلى تحالف بحري دولي في البحر الأحمر. الإمارات أجابت بحسب مصادر إعلامية وقالت: ليس لنا سواحل على البحر الأحمر، وأصلا الإمارات انسحبت من اتفاقية مع أمريكا وعدة دول منذ مدة إذا كنتم تذكرون في بداية العام حول المسائل أخلت بها أمريكا بموضوع الاتفاق وعدم الدفاع عن مناطق ثلاثة ولا سيما منطقة الخليج العربي. السعودية ومصر رفضتا بالحرف وقالتا: إن كانت المسألة ستذهب إلى إطار أننا سنسخر جهدنا الاستخباراتي وجهدنا الدفاعي وجهدنا الأمني من أجل معالجة مسألة مرتبطة بوقت معين، فهذا الأمر غير مقبول. إما أن نعالج أسباب الإرهاب وأن نعالج القضية. وقيل للوزير الأمريكي الذي طلب بأن يزور بأنه الأمير خالد بن سلمان وزير الدفاع كما تعلم في هذه الساعات موجود في فرنسا ويقوم بزيارة لعدد من الدول الأوروبية ومن ضمنها فرنسا، ويلتقي بنظرائه، وكان قد انتقد الرئيس ماكرون ليلة أمس. وهو الأمير محمد بن سلمان ولي العهد ورئيس الوزراء ليس لديه وقت، وتم يعني كما يقال رفض طلب الوزير الأمريكي للمرة الثانية. يعني أنا لا أعلم، هذا لويد أوستن أصبح له تاريخ في رفض زياراته إلى المملكة العربية السعودية. زد على ذلك أن مصر قالت إن كانت السعودية لا تريد أن تدخل في هذا التحالف فنحن لن ندخل به أيضا. السودان لديه واقع مأساوي لا يخفى عليك، لا يمكن له أن يتورط في هذا الموضوع.
وبنفس الوقت وأختم بعجالة في هذه الجزئية وأقول لك بأن البحرين الدولة العربية التي دخلت فقط لأن الموضوع لوجستي، لأن قيادة الأسطول الخامس موجودة على أرض البحرين، فالبحرين ستشارك في موضوع الإدارة وأرض المقر، ولن تشارك لا في العمليات ولا في السفن ولا في الفرقاطات. هل يمكن اليوم وضع هذا الجانب اليوم او جانب نائب النفس الخليجي عن المشاركة بالتحالف الأمريكي بظل يمكن رسالة ود ووئام بين السعودية وإيران؟ يعني دعني أنطلق من مصطلح وئام، ويذكرني هذا المصطلح بكثير من الوئام والمحبة الموجودة أحيانا لدى البعض في طرح هذه المسائل بعيدا عن وئام وهاب. دعني أقول لك عزيزي بصريح القول والعبارة، أعطاني الصين أفضل مما أعطيتني أنت إياه كأمريكي. الصين أعطاني كفالة للنظام الملالي، الصين قال لي بأن هناك تعهد من إيران بعدم إزعاج السعودية وبعدم إيجاد قصف، ويعني وجدنا حتى حسن نصر الله لديكم في لبنان ابتعد تماما عن الإساءة لدول الخليج في خطاباته، وكاد في الخطابات الأخيرة أن ينظم قصيدة بحب الأمير محمد بن سلمان وأن يشارك بها في مسابقة شاعر المليون. يعني تذكر بأن هذا واقع موجود على الأرض. عبد الملك الحوثي بالأمس لم يستطع في خطابه أن يذكر اسم السعودية بإساءة أو بشتم أو بسب، ابتعدوا تماما. هناك أوامر إيرانية مغلظة لسبب بسيط عزيزي نشرحه. أنت ستسألني وتقول طيب لماذا إيران تتنازل كل هذا التنازل؟ ببساطة يوجد شاب في إيران بمقتبل الخمسينيات من العمر، مشان ما يروح فكرك والمشاهدين أنه شاب يعني ابن الثلاثينات وعشرينات، يوجد شاب في مقتبل الخمسينات وهذا يعتبر في نظام الحكم بإيران شباب، يوجد شاب اسمه مجتمع علي خامنئي بده يقعد على الكرسي محل أبوه علي خامنئي. ببساطة شديدة هذا الشاب بالخمسيني يريد بأي طريقة أن يهدئ الأمور وأن يوقف كل المشاكل وأن يضمن انتقال السلطة، لأنه في عندك قاسم سليماني الذي قتل والذي كان الرجل الثاني في النظام الإيراني ومطلوب منه تأمين الحكم. لجأت إيران إلى الصين، طلبت منها الوساطة، الصين كفلت إيران، وبالتالي السعودية استجابت ومنحت الإيراني فرصة لتنظيم الخلاف. وبالمقابل ماذا فعل الإيراني؟ أوقف كل أنشطة حزب الله المزعزعة لأمن الخليج، أوقف جزئيا أو كليا موضوع تهريب الكبتاكون، أوقف الحوثيين عن قصف السعودية أو حتى عن اشتعال الحرب في اليمن، وبالتالي تم أيضا تسوية الكثير من الأوضاع في سوريا والعلاقة مع حكومة دمشق. أليس هذا واقع مشهود كله حصل بعد مارس الماضي وبعد تنظيم الخلاف مع إيران؟ إذا الصيني أعطى للسعودي وللخليجي أكثر بكثير مما أعطاه إياه الأمريكي. بالعكس الأمريكي ذهب إلى الاتفاق النووي ومحادثات في فيينا فشلت قبل أشهر وقبل سنوات ولم يحصل على شيء ولم يرغب بإشراك دول الخليج. يعني ربما يصح القول إذن اليوم أمطري حيث شئت فخراجك لي، وهذا القول للخليفة العباسي هل نستطيع أن نسقطه على الرؤية السعودية أو على الموقف السعودي اليوم بأن يمكن ربما إيران بشكل أو بآخر ومن حيث أرادت أو لم ترد أفادت السعودية وأفادت الدبلوماسية السعودية؟ يعني شوف، إيران أولا لديها أزمة كبيرة، لا ننسى تصريح الأمير محمد بن سلمان الشهير حينما قصفت أرامكو الجميع عاد إلى الوراء، قتل بعدها قاسم سليماني والكل اعتقد بأن هناك مسألة متعلقة لربما بموضوع الانتقام، وإذ بنا نجد ترامب بعد سنتين يفضح هذا ويقول الإيرانيون أرسلوا 18 صاروخ وأخبرونا عنها قبل حوالي 10 ساعات من خلال السفارة السويسرية في طهران التي ترعى المصالح الأمريكية في إيران بعد ثورة الخميني. باختصار شديد البعض لا يريد أن يعترف بأن إيران مأزومة مفلسة محاصرة ليس لديها بوابة إلا الصين أو حتى ما يتعلق بروسيا في جوانب تستغلها روسيا أكثر مما تستفيد بها إيران. هذا كله دعا إيران إلى أن تنظر في هذه المعطيات، ولا ننسى أحداث مهسا أميني وما جرى داخل النظام الإيراني والاهتزاز الكبير الذي حصل إبان المظاهرات. كل هذا الأمر استدعى أن يقوم الإيراني بتنظيم خلافه وبمحاولة لإدارة هذا الصراع بطريقة معينة مع الجانب الخليجي. السعودية كانت ولا تزال على موقفها هي والإمارات، هي تسعى لعلاقات حسن جوار، لا تؤمن بمشروع الميليشيات، ترفض تصدير الثورة، وتريد من إيران أن تكون جار معتدل ودولة تخدم مواطنيها، على الأقل تخدم مواطنيها قبل أن تخدم الآخرين. يعني هل تقرأ بجدية التهديدات الأمريكية يمكن هنالك نية أمريكية عم نسمع عنها اليوم لتوجيه ضرب إلى القوات اليمنية والحوثيين في اليمن، ما مدى جدية اليوم هذا التهديد؟ الأمريكان ليسوا جادين بقصف ميليشيا الحوثي، الأمريكان كما قلت لكم يعقدون جلسات تفاوض غير مباشرة معهم في سلطنة عمان، وهناك في الشقيقة مسقط هناك الكثير من المحادثات التي تجري ويتحدث عنها في وسائل الإعلام. الأمريكان فقط ما يفعلونه الآن مرتبط بمسألة الناخب الأمريكي، لا تنسى عزيزي مسألة الانتخابات الأمريكية والحملات الرئاسية التي بدأت مبكرا أهم بكثير من إسرائيل ومن الحوثيين ومن غزة ومن كل المواضيع بالنسبة للجانب الأمريكي.
لذلك لابد لأمريكا أن تقوم بشيء من باب تخريج القيود، يعني كما يقال لديكم مصطلح أعتقد يعني باللبنانية يقال غض الطلب أو غير ذلك من الأمور المتعلقة غب الطلب. بهذه الكلمات. نحن نقول في المصطلحات الأخرى نقول تخريج قيود، يقوم الأمريكان ويقولون ها نحن قد أنشأنا تحالف، وها نحن قد ندافع عن السفن الذاهبة إلى إسرائيل، ونفكر لربما بضرب الحوثيين. أنا شخصيا أستبعد أن يذهب الأمريكان إلى ضرب الحوثيين، قد تذهب بريطانيا بحد معين إلى التفكير بكشف البصمة الصوتية المتعلقة بعمليات القرصنة قبل وقوعها، وبالتالي وجدنا الأمريكان يتململون حتى قبل التحالف. ألم تسمع بكلام مسؤول كبير في البنتاغون قال قبل ساعات لا يمكن لنا أن نستمر بضرب صاروخ يكلف مليونين دولار ضد مسيرة حقها كلياته على بعضه 2000 دولار، يعني زي مسألة استهداف الرافعات والكاميرات والبرجكتورات وأبو دجاج وزرعيت وبالعيد الموجودة لديكم على الحدود. يعني أنا أعجب حتى ميليشيا حزب الله تقول لك استهدفنا رافعة إسرائيلية بالأسلحة المناسبة. طيب يابا ليش ما تستهدف أنت الجنود الذين يحمون الرافعة؟ الرافعة حواليتها في جنود ومراكب عسكرية ومركبات عسكرية، الرافعة بتصلحها إسرائيل ب 2000 دولار ب 3000 دولار، ليش ما بتستهدف الجنود؟ ببساطة لأن هناك انضباط إيراني يحسب كل هذه المناوشات بالمليمتر، وكان الله بعونكم في لبنان. هل تقلل اليوم من شأن كبر حجم هذه الجبهة التي فتحت اليوم في جنوب لبنان شمال فلسطين المحتلة؟ يعني كمان أيضا فينا نقول أنه في عنا فوق 1800 إصابة داخل المستوطنات الإسرائيلية، في عنا 5000 آلية إسرائيلية تم تدميرها أو تحييدها عن المشهد. يعني كيف ترى اليوم ما دام فتحنا الجبهة اللبنانية، كيف توصف المشهد على الجبهة اللبنانية؟ يعني دعني أقول أنا أسميها تحرشات إيرانية منضبطة وأوامر مباشرة لحزب الله. حزب الله عبارة عن ميليشيا تتبع إيران، هذا الأمر يعترف به حسن نصر الله علنا ويقول سلاحنا ورواتبنا وأوامرنا وكذا وكلياتها من إيران، هذا كلام موجود حتى نثبته. لا يوجد سؤال منطقي يقول هل حزب الله فتح الجبهة؟ لا، هناك أوامر إيرانية تحرشوا بشكل منضبط جدا. بعدين حسن نصر الله كان نايم، يعني هذا باعتراف وئام بعتقد على منصتكم أو منصات أخرى، كان نايم الرجل فيأ العاروري، يعني تعرف العاروري فيأ الساعة 6:30 الصبحيات لنصر الله وقال له قوم الشباب بلشوا، يعني بحسب كلام وئام وهاب طبعا اعتقد على وسائل اعلام ربما منصتكم او غيرها، وقال انه كان نايم. ما علينا، كل هذه التحرشات انا لا اثق بارقام ميليشيا حزب الله ابدا، كل هذه الارقام انا اعتقد بان الارقام تصل الى اكثر من 300 هالك من مرتزقه ميليشيا حزب الله الموجودين حتى الان، ولكن هذه الارقام تخرج بالتقصير. لكن دعني اقول لك بطبيعه الحال انت عم تقصف زرعيت وبلعيت وابو دجاج والراهب وما بعرف شو غيره، طيب انت مو على الاساس عندك 100,000 صاروخ وعندك ما بعرف 100,000 مقاتل، والان اذا بتفتح انت عزيزي الان افتح انت على اي قناه من قنوات ايران او اي قناه من قنوات ميليشيا ايران، افتح على اي وسيله اعلاميه عندك بلبنان تابعه لايران، شو راح تقول لك؟ الكيان منهار، اسرائيل في اسوا حالاتها، الجيش الاسرائيلي يتلقى الضربات، اسرائيل على وشك السقوط. طيب كويس، جميل جميل جميل، سأذهب معكم، إذا كان إسرائيل منهارة والكيان ساقط والجيش منهار، ليش ما أنت تشرف وتتفضل وتروح تحرر القدس؟ ألم تتكلم لنا من سنين أنه أنت بدك تحرر القدس وبدك تفتح الجبهة؟ هذه الفرصة المناسبة، لماذا تمنح عدوك وتركض وراءه وتقول بدي وقف إطلاق النار وبدي وقف إطلاق النار؟ يعني حتى حزب الله بطبيعة الحال يعني كما يقال من باب التبعية ساو هدنة مع حماس، أم حزب الله فات بالهدنة غصبا عنه بالأوامر الإيرانية، خلص أنت ملتزم بالهدنة انتهت القصة. يعني يا عزيزي كل ما يجري عبارة عن تحرشات، ويتحمل حسن نصر الله برقبته دماء هؤلاء الذين يسقطون من اللبنانيين المدنيين كما يتحملها نتنياهو، يعني كما نتنياهو يتحمل برقبته دماء هؤلاء المدنيين الذين لا إلا لهم ولا ذمة. انتبه أنا بتكلم عن المدنيين، أما قصة هدول المرتزقة الذين يهلكون مع ميليشيا حزب الله، فهؤلاء احتلوا بلدي سوريا وتآمروا على اليمن وتآمروا على العراق وقتلوكم أنتم كلبنانيين، هؤلاء لا أعتبرهم أبدا في منظوري أو حتى في عقيدتي السياسية أو حتى عقيدتي الدينية، إلا أنهم هالكون ومرتزقة وأرقامهم كثيرة. فهذا باختصار شديد ما يجري، وبطبيعة الحال هي تحرشات بأوامر إيران، يجب أن يكون هناك بيان يا سيدي، هات لي بيان للدولة اللبنانية، بيان لحكومة تصريف الأعمال لديكم يؤيد ما تقوم به ميليشيا حزب الله. يعني حزب الله كما تعلم اليوم في أراضي لبنانية محتلة، نحن كمقاومة يعني يحق لأي لبناني اليوم أن يقاوم. اليوم بالنسبة للذين تذكرهم وأتحفظ نوعا ما على التوصيف موجودين على الجبهة اليوم، يقومون بمساندة أو ربما يقومون بدعم معنوي ربما للغزاويين الذين ينكر بهم في قطاع غزة. أولا لا يوجد شيء بالدستور اللبناني ينص على ذلك، هذا جرى ما بعد اتفاق الدوحة الذي تسمونه بلبنان جيش وشعب ومقاومة، عرفت شلون؟ هذا تفاهم ليس مكتوب حتى في الدستور ولا يوجد شيء في الدستور. بعدين
لبننة مزارع شبعة وغيرها، عليك أن تتوجه بهذا السؤال إلى سفيركم السابق في الأمم المتحدة ووزير خارجيتكم الحالي الدكتور عبد الله أبو حبيب، سله عن 3 اجتماعات تخلف عنها سفير النظام السوري آنذاك في الأمم المتحدة بشار الجعفري التي كانت الأمم المتحدة فيها تطالب سوريا بالاعتراف بلبننة هذه المناطق. النظام السوري أو حكومة دمشق وقتها كان يرفض الاعتراف بأن هذه المناطق لبنانية، لماذا برأيك هذا التلكؤ؟ لأنها مناطق سورية محتلة، لا يوجد نص لديكم في لبنان أنها مناطق لبنانية. هذا مش كلامي، هذا مش كلامي، كلام سفيركم السابق في الأمم المتحدة الذي استوى الآن وزير خارجية بو حبيب، قاله لول ستريت جورنال بالحرف قبل أعوام، وهذا الكلام وقتها عاتب سفير حكومة دمشق بشار الجعفري أنه كان يرفض حضور الاجتماعات التي تعترف بها سوريا بلبننة هذه المزارع أو بلبننة هذه المناطق. هات لي ربع 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 نص رسمي في لبنان يثبت بأن هذه المناطق لبنانية، هذه مناطق مسجلة في الأمم المتحدة على أنها مناطق محتلة سوريا، ولا يوجد حتى اعتراف سوري بلبنانيتها. على شو أنت عم تقاوم؟ وين المقاومة في ذلك؟ أنت ما عندك أرض محتلة، أنت بالنسبة لك أصلا حكومة دمشق تقول هذه أراضي سورية، أنت عم تتحرش بأوامر إيران وعم تتحرك بأوامر من الغرب. ما اختلفنا إذا كانت للناحية اللبنانية أم للناحية السورية، يحق لأي شخص سوري أو لبناني الدفاع عن أرضه، صح ولا لا؟ لماذا الدولة السورية والنظام السوري لا يقوم اليوم بالدفاع وبفك الاحتلال عن هذه الأراضي؟ يا حبيب القلب اقتدي على الاقل بالنظام السوري، اقتدي على الاقل بسوريا، الجبهه نائمه نوم اهل القبور، عرفت شلون؟ يعني اقتدي على الاقل. مو حسن نصر الله وصف سوريا بيوم من الايام بانها عمود الفقري للمقاومه، اقتدي بالعمود الفقري على الاقل، اذا كنت انت من تحت العمود الفقري او من فوقه، اقتدي بالعمود الفقري، العمود الفقري نايم، يعني الجبهه نايمه هناك، عرفت شلون؟ صامته صمت اهل القبور، يعني انت شو دخلك انت كلبناني لحتى تروح تحرر اراضي سوريه؟ مو في دوله بسوريا؟ خلي هي تروح تحرر. انت قل لي يا اخي بالحرف، قل لي انا عم بنفذ اوامر ايران وحاطط اللبنانيين رهائن، بقول لك اوكي. بالنسبة ل يمكن في فوضى كمان بالنسبة للقرار 1701، وفي فوعة لتطبيق القرار 1701. اليوم كيف تنظر لإعادة طرح هذا الموضوع المتجدد ولإعادة يمكن الحديث عنه في ظل اليوم يمكن إشعال هذه الجبهة اليوم على الحدود الفلسطينية المحتلة، مع نوايا أو مع الحديث عن نوايا إسرائيلية باجتياح بري للجنوب أو بتحييد حزب الله عن منطقة جنوب الليطاني؟ كيف ترى هذه التهديدات اليوم كمان أيضا الإسرائيلية والأمريكية والدبلوماسية بشن حرب على لبنان أو بتحييد حزب الله عن جنوب الليطانية بالقوة أم بالدبلوماسية؟ يعني هناك خط وهناك تواصل قوي بين حزب الله وبين الأمريكان والإسرائيليين بطريقة غير مباشرة، ولو من خلال نبيه بري رئيس البرلمان، ووجدنا بالفعل أنه حتى هذا الكيان الذي يوصف من قبل حزب الله بأنه غاصب وتوسعي وكيان متمدد، لكنه بالآخر أعطاكم ما يعرف بمربع كاريج أو مربع قانا الآن بالمفاوضات، يعني هوغوستين وشيا وغيرهم اجوا على لبنان اكثر، اجى على لبنان اكثر مره هوغوستين وفي تفاهمات، لكن دعني اقول للاسف كل هذه التفاهمات لا تخدم المواطن اللبناني. يا سيدي المواطن اللبناني شو قال؟ اغلب المواطنين اللبنانيين اكثريه من اللبنانيين تقول لا نريد الحرب، لا نريد الحرب، يعني اللبناني بالاخر يعاني، اللبناني يعاني من عده مشاكل، لكن انا باعتقادي لبنان بالنسبه للبنان اخر هموم لبنان هي اسرائيل، مشكله لبنان الاولى هي ايران وميليشيات ايران، مشكلة لبنان الأولى هي إيران، لأنه الدليل أنه ميليشيا حزب الله نفسها والحكومة اللبنانية أخذت من إسرائيل بالتفاوض ما لم تأخذه منها بالحرب عن طريق مربع أو ما يسمى هذا المربع تبع الغاز اللي ما بعرف إذا فيه غاز ولا ما فيه غاز تبع قانا وغيره. يا سيدي الفاضل لو التفت الساسة في لبنان إلى مصالح بلدهم وإلى مصالح شعبهم وإلى مصالح دولتهم مثل ما يلتفت، أنت اليوم أنا عم بتكلم الآن من أرض الإمارات الغالية، لديك رجل أعمال إماراتي اسمه خلف الحتور عنده استثمارات في لبنان عندكم، خلى استثماراته ماشية من أجل مساعدة اللبنانيين ومن أجل الوقوف إلى جانب اللبنانيين على الرغم من أنها لا تدر له أرباح، يعني عندك رجال أعمال في الخليج مثل خلف الحبتور ساندوكم في لبنان ووقفوا إلى جانب العوائل في الوقت الذي البنوك في لبنان تنهب أموال المودعين وتسرق أموال الأشخاص العاديين. دعني أقول لك ما قاله الأمير خالد بن سلمان وزير الدفاع السعودي في يوم من الأيام، قال ماذا كنا نرسل للبنان نحن كخليجيين؟ نرسل للبنان المستثمرين والسياح والطلاب والدبلوماسيين، وماذا ترسل إيران إلى لبنان؟ ترسل السلاح وترسل إلى لبنان الميليشيات وترسل إلى لبنان العبث. الآن أنت في وسيلة إعلامية بدي أسألك، دورني الآن على عشرات الوسائل الإعلامية الموجودة في الضاحية الجنوبية أو تحت سيطرة حزب الله وتوجه بسؤال لمعالي وزير الإعلام عندك، هل يوجد رخصة لها؟ هل يوجد رخصة لها؟ أنت لديك الآن في وسائل الإعلام في لبنان
تابعة لحزب الله وتابعة لإيران تتواصل مع إسرائيليين من قلب بيروت، من قلب بيروت تتواصل مع إسرائيليين، هل يمكن للإعلام اللبناني أن يتابعها؟ أنت اليوم بقناة من القنوات التابعة لإيران، إذا سمحت لي بسمي، إذا ما عندك مشكلة بسمي، يعني عرفت شلون؟ مكتب قناة العالم أو مكتب قناة الميادين أو مكتب قناة المنار، لما بيفتح تليفون على أيمن عودة وعلى طلب الصانع وعلى أحمد الطيبي، هذول مو نواب بالكنيسة الإسرائيلي وهذول مو مقسمين على الدستور الإسرائيلي، والخط تبعهم التليفون مو تليفون إسرائيلي، أنت مو عم تعمل تواصل مع إسرائيل بهذه القنوات، أنت عم تعمل تواصل مع إسرائيل، هذا مو بس مواطن إسرائيلي يا حبيبي، هذا مسؤول إسرائيلي في الدولة الإسرائيلية وجوازه دبلوماسي. أحمد الطيبي شو هو؟ لا تقول لي عرب 48 وفلسطينيين، هذا كلام بيقول لك يا عزمي بشارة، هذول اسم المواطنين إسرائيليين أنت عم تتواصل معهم. أنا بفتح على قناة العالم، قناة الميادين، قناة المنار، بتقول لك والله معنا من فلان من فلسطين، حبيبي هذا عضو كنيسة إسرائيلي بيكون عم يحكي معك من جوا الكنيسة، أليس هذا تخابر مع العدو؟ بس شاطرين والله، إذا في مذيعة بتشتغل بقناة سعودية أو بقناة إماراتية بتستضيف بحكم عمل الإعلامي أي ضيف من إسرائيل، خائنة وما بعرف شو، ما أنت عم تتواصل مع الإسرائيليين من جوا بيروت. من وجهة نظرك، هل ترى أنه من الطبيعي اليوم أن تقابل حضرتك مسؤول إسرائيلي، أو ترى أن هذا الموضوع يجب أن يكون طبيعيا وعاديا؟ وأذكر هنا وهيك بين قوسين صورة تتناقل لك دائما مع أخي خاي أدرعي المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي. يا سيد الفاضل دعني أقول في الإطار الإعلامي، أنت محكوم دائما بقوانين أي بلد متواجد بها، اليوم أنت إذا بتعتبر إسرائيل عدو بالنسبة لك في لبنان، فهل هذا الأمر ينطبق على معايير الإعلام لمذيعيك أو إعلاميك حينما ينتقل إلى وسائل إعلام دولية؟ وأنا ضربت لك أمثلة في الداخل اللبناني، على الأقل أنا حينما زرت، أنا أعيش في دولة أوروبية، عرفت شلون، كانت زيارة إعلامية وموجهة دعوة بطرق دبلوماسية، وظهر هذا الرجل وقتها في الصورة ونشر الصورة، والموضوع وقتها أخذ حيزا من اعتذاري الشخصي، أنا اعتذرت شخصيا من جمهوري على هذا الموضوع، ولكن في الأساس أنا أتكلم الدول لديها سيادتها والإعلاميون يتبعون لدولهم إلا إذا كانوا يعملون ضمن إطار مؤسسات. أنت اليوم حضرتك اليوم في وسيلتك الإعلامية ممكن ما تستضيف حدا من الإسرائيليين على سبيل المثال، لكن جيرانك بقناة المنار وقناة العالم وقناة الميادين شغالين استضافات بإيش؟ أعضاء كنيسة إسرائيليين، وما في حدا يلومهم أو يتابعهم أو يحاسبهم لغياب الدولة. أنا أتكلم على موضوع ازدواجية المعايير، ما عم بحكي هون على الصح والغلط أستاذي الكريم، عم بحكي هون على المعايير، وين القانون في ذلك؟ وين القانون في ذلك؟ أنا بالنسبة لي إذا بتسألني عن رأيي الشخصي، أنا بشوف إنه المسؤول الإسرائيلي مثل المسؤول الإيراني، إذا عم تستضيف يا حبيبي مسؤول إيراني على الهواء عندك فعادي كثير تستضيف مسؤول اسرائيلي، ايران بتحتل 4 دول عربية او 5، واسرائيل بتحتل لها كما يقال دولة عربية او بتحتل كما يقال يعني حدود بقية او يعني جزء من سوريا، فعلى الاقل انا واضح، الايراني عندي المسؤول الايراني على الهواء مثل المسؤول الاسرائيلي في الاستضافة، وبعدين هذا الامر بيرجع لسيادة الدول ولعلاقة الدول ولحكم قوانين اعلامية موجودة في هذه الدول. طب يعني هذا الكلام اليوم في ظل حديث عن مجازر وتنكيل وبحر من الدماء ترتكبه إسرائيل في أرض فلسطينية، في أرض عربية، اليوم كيف تصف المشهد في قطاع غزة عن هذه المجازر أتحدث؟ أول شيء أستاذي الفاضل، كان الله بعون المدنيين، دعني أتوجه من خلال منصتك الكريمة إلى أهلنا في غزة ونقول كان الله بعونكم. الغزاوي قال بالحرف بدناش حرب، بدناش قصف، بدناش مغامرات، الغزاويون يعانون. أنا بدي أسأل، أنت اليوم لما بدك تروح كحركة وبدك تعمل كل هاي العملية، وين تجهيزاتك؟ وين قصصك على الأقل لحماية المدنيين؟ أنت على الأقل موجود حسب ما هو مذكور في الأنفاق، طيب هدول المدنيين اللي عم يدفعوا الثمن، أنا أعتقد بأن هناك ربما مراهنة كانت من قبل السنوارين ومروان عيسى ومحمد الضيف على مسألة عدم وجود ردة فعل إسرائيلية بهذا الحجم، على عدم يعني توقعوا أنهم سيأسرون البعض وبالتالي إسرائيل لن ترد بهذه الطريقة. للأسف للأسف إسرائيل اليوم مدعومة من أمريكا بشكل كبير جدا ومسلحة بدعم غربي يرفض هذا الدعم، على الرغم من جهود إخوتنا في الإمارات الآن، يعني اجتهاد الإمارات في مجلس الأمن بصفتها العضو غير الدائم والممثل للمجموعة العربية لإخراج قرار، فقط إخراج قرار لوقف إطلاق النار، ترفض أمريكا وترفض دول غربية. أعتقد بأن المسألة في غزة هي مسألة بالنسبة لهم مسألة وقت، والحرب يا عزيزي قد تطول لأشهر وأشهر، يعني ربما نلتقي لا قدر الله في العام القادم بمثل هذا التوقيت ونحن نتحدث عن استمرارية الحرب، والدليل الآن انظر الحرب يعني ستدخل شهرها الثالث أو تنهي ولساعتها في أوجها وقوتها وعنفوانها. كان الله بعون المدنيين في غزة الذين يدفعون الثمن الأكبر
نتيجة هذا العدوان وتلك المغامرة. إذا وأين نضع الحديث اليوم المتواصل والمتكرر عن تهديدات أمريكية لإسرائيل، أو عن زعل أمريكي إسرائيلي، أو عن أيضا ربما حث أمريكي للجانب الإسرائيلي من أجل عقد صفقة ما، أو من أجل تقصير أمد الحرب؟ هل هذه مجرد دعايات ومجرد يمكن نكت بالعامية؟ يعني وعدت وكان الوعد منك سجية مواعيد عرقوب أخاه بيتربي. يا حبيبي يعني اليوم الأمريكي في عنده كلام بيبيعه للناخبين للاستهلاك الإعلامي. يعني شفنا نحن جيك سوليفان اللي هو مستشار الأمن القومي الأمريكي وقت إجا على إسرائيل، شو قال؟ على إسرائيل أن تتوخى الدقة في قصفها للمدنيين. يعني شوف عم يطالبوا مو أنه يوقفوا القصف، يتوخوا الدقة. شو بدك الأمريكي يطلع يقول لك؟ هذا كلام للاستهلاك العام. الواضح هو على الشكل التالي: هناك دعم عسكري لإسرائيل يتمثل بجسر جوي عسكري وإمدادات لم تتوقف ولم تنقطع، هناك دعم سياسي على مستوى الموقف الدولي، وهناك دعم اقتصادي وأوامر حتى صدرت للفدرالي الاحتياطي الأمريكي بطبع ملايين الدولارات لإسرائيل دون سؤال أو دون حساب أو دون كما يقال جواب. الأمر مرتبط بدعم. ليش؟ لأنه إسرائيل في الآخر دولة كمان مطلوب منها أن تؤدي أدوار وظيفية بالنسبة للجانب الأمريكي والغربي، وبالتالي بطبيعة الحال مطلوب أن يدعمه. لكن أنا دعني يعني بعجالة سريعة إذا سمحت لي أن أنقل المشهد إلى مقلب آخر. يعني هناك طرف جلس لعقود يرعد ويزبد ويقول هذا الطرف بأنه سيرمي إسرائيل في البحر، سيقاوم، سيحرر القدس. وبتسمع هذا الطرف الإيراني الذي كان يقود، يعني اليوم إيران عندها شيء اسمه فيلق القدس. وينه فيلق القدس؟ فينا على الهواء نقرا سوره الضحى بلكي نلاقي فيلق القدس الان؟ تسمح لنا شيء نقرا سوره والضحى بلكي نلاقي فيلق القدس؟ فيلق القدس وينه؟ ما حدا شايفه، وين فيلق القدس اليوم؟ انا ماني شايف شو عم يعمل فيلق القدس؟ عم يعمل شيشه؟ عم يظبط الفحم؟ شو عم يساوي فيلق القدس؟ طيب ما في دوله في العالم عندها فيلق القدس، كويس. اليوم الايراني لما اجت هاي المعركه ولما اجت هاي الحرب تحول المسؤولون الايرانيون الى محللين سياسيين. بيطلع لك حسين امير عبد اللهيان شو بيقول لك؟ إنما تقوم به إسرائيل في غزة جرائم ضد الإنسانية. والله عن جد، والله أنا حسبت جرائم ضد يعني الأشجار. انقلبوا يعني الرئيس الإيراني شو بيطلع بآخر خطاب له من ساعات؟ شو بيقول لك الرئيس الإيراني؟ إن أمريكا تدعم إسرائيل في عدوانها. الله أكبر، والله معلومة مهمة بصراحة استفدت منها أنا كإعلامي. هذا اللي طلع معك بعد 3 شهور؟ مو أنت اللي كنت بدك ترمي إسرائيل في البحر وأسست ميليشيات وقمت على أساس كل هذا الأمر؟ هذا أمر يعني للأسف شوي للمسؤولين الإيرانيين يفتحوا قنوات يوتيوب ويطلعوا يحللوا معنا ويصيروا ينافسونا حتى على الأرباح. يعني أنا ما عاد أعرف شو اللي صار بإيران. في طرف أرعد وأزبد، فلما قامت المعركة طلع نصر الله وقال لك وئام وهاب كان نايم وفيقوا العاروري وقال له يا سيد في الشباب بلشوا، قال له خليه يتوكلوا على الله ويمكن رجع نام، ما بعرف بعدين شو صار. في عندك طرف إيراني قال لك بالحرف عبر رويترز اللي سمعوه الكل لما استقبل هنية خامنئي شو قال له؟ سندعمكم سياسيا ومعنويا ولن نقاتل بالنيابة عنكم. كويس، هذا طرف حط لي على طرف. في محور آخر، محور صادق معك، بتقوده السعودية، بتقوده الإمارات، بتقوده مصر، بتقوده الأردن، الدول المعتدلة. هذا المحور شو عم بيقول لك؟ بيقول لك بالحرف أنا مع السلام، أنا مع حل الدولتين، أنا مع الحوار، أنا مع إجلاس الفلسطيني والإسرائيلي على طاولة واحدة، أنا عندي شيء اسمه المبادرة العربية. هذا المحور لا بيوم من الأيام سلح، ولا بيوم من الأيام قال لك أنا مع القتال، ولا قال لك أنا مع العنف. ولما إجت الأزمة هذا المحور مشكورا الآن يعمل من أجل السلام، ويعمل من أجل وقف إطلاق النار، ويعمل من أجل إنهاء هذه الدوامة من العنف. من يتحمل المسؤولية ما حدث في 7 أكتوبر بشكل صريح وواضح؟ يا عزيزي بطبيعة الحال هناك مغامرة أدت إلى عدوان كبير. عرفت شلون؟ غزة كانت قبل الطوفان كانت محاصرة ولكنها الآن منكوبة. غزة كانت قبل الطوفان على الأقل تعاني ولكنها الآن محتلة. الآن عندك 7000 جندي إسرائيلي، 4 فرق موجودة في غزة، عندك 7 حواجز أساسية، 7 حواجز صارت غزة محتلة، عندك مدني يعاني وعندك إسرائيلي معتدي. هذا لا نختلف عليه، ما حدا بيختلف على أنه هذا عدوان وهذا شيء مدان ولا يقبل عاقل. لكن أنا خليني بس فكك المشهد أيضا بالمقابل. أنت اليوم بالنسبة لك، خليني مع الإيراني، يوم اللي الإيراني بيطلع بالمؤتمر الصحفي كان يحط أعلام حماس وراء والجهاد الإسلامي، صح؟ أنت بوقت السلم وقت بدك مني شيء بتحط علمك وراي. وكان قائد القوة الصاروخية الجو فضائية، شوف على الاسم ما أحلاه بإيران، اسمه قائد القوة الصاروخية الجو فضائية في الحرس الثوري الإيراني، لما بيطلع بالمؤتمر الصحفي بيحط علام ميليشيا حزب الله، ميليشيات الحوثي وغيرها من الميليشيات العراقية وحماس والجهاد. كويس،
بتحط علامي وراك، معناتها لازم تساندني وقت الحرب، معناتها لازم تساعدني، معناتها لازم توقف معي. شو انت اليوم شريكي بالارباح ومانك شريكي بالخسائر؟ هذا الذي يجري. انا اقول لك اليوم بالنسبه لهذا الطرف المعتدي نحن عم ندينه، ونحن بالنسبه لنا بنقول بنتمنى يتحاسب وبنتمنى يوقف هذا هل العدوان. أنت تحديدا مع رميه بالبحر؟ يعني هذا التوصيف اليوم تهزأ منه، لكن في البعض في البعض يؤمن بهذه بإزالة إسرائيل وبزوال إسرائيل، هل تؤمن بهذه النظرية أم تؤمن بأنه أن نقوم بالتطبيع مع إسرائيل أو بتقبل هذا الأمر الواقع؟ شوف يا عزيزي، التطبيع هو نتيجة وليس سبب. أنا شخص يكره الشعارات، يكره العنتريات، يكره الميليشيات، يفتخر بحب السعودية والإمارات، هذا منطقي في الحياة. أكره الشعارات، أكره العنتريات، أكره الميليشيات، أحب السعودية وأحب الإمارات. ليش؟ لأنه هاي دول تفكر في المستقبل، تفكر في مصلحة المواطن، تفكر في مصلحة الناس. أنت كلبناني الآن محترم، هناك آلاف اللبنانيين الذين يعملون في السعودية والإمارات، فتحت صحيح. بيوت من وراء عملهم، هناك أرزاق يحترمون، يقدمون في أعلى المحافل على أنهم أشخاص منتجين في الوقت الذي لم يجدوا فيه ببلدهم من يكرمهم ومن يعتز بهم. يا سيد الفاضل، دعني أقول لك ببساطة شديدة، حتى التطبيع يأتي نتيجة تفكير. أنا شخص أؤمن بالحلول السلمية، أؤمن بالحوار، أؤمن بالمبادرة العربية، أؤمن على المدى الطويل بكلمة على الأقل يقولها بوتين، وإن كانت لا تروق لي مواقفه، الذي يقول كل حرب تنتهي بتفاوض، كل حرب بالنهاية تنتهي بتفاوض. أنا أكلمك من مدينة اسمها دبي، ماذا يقول حاكمها محمد بن راشد آل مكتوم؟ نحن قوم نتقن اطلاق المشاريع ولا نتقن اطلاق الصواريخ. اطلاق المشاريع افضل من اطلاق الصواريخ، لانه بالاخر انت كشاب او انا كشاب او الشباب العربي او الشباب في الدول يحتاجون الى العمل، يحتاجون الى الامل، يحتاجون الى رغيف العيش. لا يمكن لك يا عزيزي ان تحدث شعب عاطل عن العمل، منهوبه امواله في البنوك، لا يجد فرصة عمل. اليوم حتى الإيراني، زدتك من لبنان ومن سوريا ومن اليمن ومن العراق، شو هو حلم المواطن الإيراني؟ يطلع من إيران، يحصل على هجرة خارج إيران. هذا مش كلامي، هذا كلام أمين عام الأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش سنة 2021، لما قال إيران هي أكبر بلد مورد للاجئين في ذلك العام. اليوم أنا عم بحكي لك، المواطن الإيراني لما طلع بمظاهرات ما سب وشتم نظامه لأنه عم يدعم الميليشيات، ما رفع يعني المواطنين الايرانيين، شفته اكيد وموجود الفيديوهات. انا بدي اتكلم بواقعيه، انا ما عم بحاول جمل الامور، انا عم بذكر الحقائق في دقائق، واللي عنده حقيقه يرد علي، انا بالاخر عم بذكر وقائع. اليوم في طرف بنى دوله، بنى وطنه، بنوا بلدانهم، عرفت شلون؟ هذول الناس فكروا، اما انا اليوم بسوريا ذبحتني الميليشيات والقمع والاستبداد، انت بلبنان اليوم بالنسبه لك في جزء كبير من شعبك مستهلك من وراء الميليشيات والفاسدين، ومين عم يحمي الفاسدين؟ الميليشيات والسلاح غير الشرعي. باليمن نفس الحالة، بالعراق نفس الحالة، هذا شيء واقعي. أما أمامنا نموذج آخر يتعلق بدول احترمت نفسها واشتغلت للمستقبل، أقله في هذه الدول السعودية والإمارات. كيف نتعامل أو مع شر اليوم موجود بالمنطقة لابد التعامل معه اسمه إسرائيل أم لابد إزالته لأنه اسمه إسرائيل؟ يعني أمام كل هذا التنكيل الذي يجري في قطاع غزة، هذه المشاريع الشيطانية من الترانسفير من كذا، أنا لا أحتاج أن أكون مع إيران لأصبح مع القضية الفلسطينية، أنا ببساطة أريد مثلك الخير للقضية الفلسطينية، للشعب الفلسطيني، لأهل قطاع غزة، للمقدسات الموجودة في فلسطين. جميل جدا، هذا كلام مهم جدا استاذي، ولكن دعني اقول تختلف الادوات في ذلك. اذا كان هذا من وجهه نظر هؤلاء بانه شر ويجب ازالته، ليش عم تتفاوض معه؟ ليش عم تعترف بحدوده؟ ليش عم تدور الان على ترسيم حدود بريه معه لارض هو محتله؟ فلسطين مو اسمها فلسطين محتله؟ ليش ما طلع اليوم بيان بحزب الله او بقيه الميليشيات بيقول انه ننفي ما قاله هوغستين او قاله الامريكان حول صفقه في الحدود البريه؟ ليش ما ردوا على وزيره الخارجيه الفرنسيه اللي كانت عندكم بلبنان من ايام وزل لسانه وقالت انه باريس تستضيف الكثير من الحوارات في هذا الموضوع، يعني على الاقل في صفقات انت عم تعملها مع هذا المحتل. فيعني قال حدث العاقل بما يصدقه. نحن اليوم بدنا نصل لنتيجه، اليوم هاي اذا انت شايفها بدها ازاله كجمهور معين، انا مو عم بحكي مو عن حضرتك، عم بحكي عن هذا الجمهور الذي يرى ازالته، ليش عم يعمل مع تفاهمات؟ ليش عم يعمل مع ترسيم حدود؟ ليش عم يدور معه على خيارات؟ اليس حزب الله جزء، اليس حزب الله جزء من البرلمان اللبناني؟ جزء من الحكومه اللبنانيه؟ لماذا وافق على كل هذه القضايا؟ لماذا اسهم بانجاح كل هذه القضايا؟ لماذا قدم له الشكر لانه اسهم بانجاح كل هذه القضايا؟ هذا على سبيل المثال. انا خليني اكون واضح، اليوم حتى المطالب بكل هذه الامور مو خامنئي نفسه طلع من بخطاب من اسبوعين وشوي قال لم نقل في يوم من الايام اننا نريد رمي الكيان في البحر.
طب يا حبيبي في خطبه لإلك في هذا الاطار، في خطبه ومو بس خطبه لإلك، في خطبه لو دورت عليها موجوده في اليوتيوب للخميني نفسه بهذا الحكي. فمنين انت عم بتقول لي والله يا حبيب القلب انه بدك تروح لمساله مرتبطه بقضيه والله انه انا ما عاد عندي هذا الشيء وما عاد عندي هذا الكلام؟ هذا فيه ضحك على الذقون. صرت ابتغي الحساسيه نوعا ما، وكانك لاحظت بسؤالي السابق بانه مساله المناصره القضيه الفلسطينيه ليست مساله مناصره لايران، وهنا ياتي لوم البعض المحبين لدول الخليج وطبعا انا منهم، بانه لماذا لا تنتزعون اليوم هذه القضيه من مثل ما انت بتسميها اليوم يعني متاجره بالقضيه الفلسطينيه من قبل ايران، لماذا لا تنتزع اليوم الدول الخليجية السعودية والإمارات هذه القضية من فك إيران إن صح التعبير؟ سؤال مهم من شخص فاهم وعالم على الأقل، ويطرح أسئلة جيدة وجديرة بالاهتمام. دعني أقول لك، هذه النظرة مرتبطة بالاعتراف. السعودية والإمارات تتعامل مع دولة فلسطينية ولا تتعامل مع ميليشيات وفصائل. هناك شيء أضر بالقضية الفلسطينية اللي اسمه الانقسام الفلسطيني، وهذا ما عملت عليه إيران ونتنياهو. إيران لم تدعم الجهاد أو القسام، دعمت الانقسام. نتنياهو كان يعمل على دعم الانقسام وإيران كانت تدعم الانقسام. الخليج يتحدث مع رئيس شرعي فلسطيني اسمه محمود عباس. هذا الرئيس يأتي إلى القمم ويطلب ويزور ولديه سفارات. توحدوا أنتم كحماس وتوحدوا أنتم كفصائل تحت هذه الشرعية الفلسطينية، وتعالوا خاطبوا العالم وخاطبوا الدول العربية. اليوم لما طلعت اليوم أنا بدي أجي أتدخل، أنا بدي أعتبر حالي سعودي خليجي بتدخل بقضيتك، هل تريد مني أن أتدخل على الطريقة الإيرانية؟ الطريقة الإيرانية تشبه الطريقة الإسرائيلية. إيران وقت تدخلت بالقضية الفلسطينية شو ساوت؟ دعمت الانقسام ولم تدعم الجهاد والقسام. الخليج بيعترف بفلسطين كدولة، معه أكثر من 62 دولة في العالم بيعترفوا بفلسطين كدولة. وفق أي حدود؟ وفق أي حدود؟ وهون بنقدر نفتح موضوع حل الدولتين على أساس حدود 67، وهنا نفتح أيضا كمان موضوع اتفاقيات يمكن رميت بعرض الحائط من قبل الإسرائيلي الذي نفع أو الذي أيقن وتيقن بأنه لا يريد اتفاقيات ولا يريد سلام، يريد انتزاع أهالي غزة وجرف قطاع غزة. اليوم بظل الحديث عن موضوع حل للقضية الفلسطينية من رؤية خليجية ومن رؤية أخرى هي الرؤية الإيرانية، أي رؤية اليوم ستنجح وفق أي حل؟ أذكر حل الدولتين، أو أذكر كمان أيضا انتزاع إسرائيل من الخريطة، لكن دبلوماسيا كيف الحل برأيك؟ دعني أنقل لك كلام يعني مرتبط بعدة حوارات أجراها حسين الشيخ وزير الشؤون المدنية الفلسطينية وخليفة محمود عباس بحسب ما يقال في وسائل الإعلام. ماذا قال حسين الشيخ؟ قال عرض الأمريكيون بداية هذا العام على الإخوة في السعودية صفقة تتعلق بالسلام مع إسرائيل، سميه تطبيع إذا شئت. جاء الأمريكان وقالوا للسعوديين نريد أن تقيموا سلاما مع إسرائيل. ماذا قال السعوديون؟ خليني هون روح شوي للمنامة قبل حوالي شهر ونص وانقل لك الكلام بالحرف عن مين؟ عن بريت ماكورد منسق سياسات الامن القومي في شمال افريقيا وفي الشرق الاوسط اللي هو كان عم يتحدث بحوار المنام الامني، كويس؟ قال بالحرف حين عرضنا الصفقه على السعوديين قالت لنا القياده السعوديه نحن بالنسبه لنا عندنا مبادره عربيه كعرب وفي عندنا شيء اسمه فلسطين والقياده الفلسطينيه، انتم يا امريكان جيبوا الفلسطينيين عدوا معهم بالرياض تفاهموا معهم واضغطوا على اسرائيل واذا راضيتوا الفلسطينيين وقالوا اوكي نحن مستعدين نعمل سلام وما عندنا اي مشكله. شوف هذا الموقف النبيل من القياده السعوديه، رفضت كل العروض الامريكيه واجلست الفلسطينيين السلطه الفلسطينيه اجلستها مع الامريكان مع جيك سوليفان مع بريت ماكورك مع هوغستين ومع الوفد الامريكي اللي جلس بجده جلستين وبالرياض جلسه. وهذا الكلام كله كان قبل طوفان الاقصى اذا بتتذكر، والصفقه التي تحدث عنها الامير محمد بن سلمان نفسه في فوكس نيوز، اوكي؟ السعوديه اكثر من ذلك، قالت للاخوه في السلطه الفلسطينيه، خذوا هذه المطالب، خذوا هذه الصفقه واعرضوها على من؟ اعرضوها على الجانب المتعلق بالفصائل، وقولوا للفصائل اللي مش منضويه بمنظمه التحرير الفلسطينيه، يعني السعوديه كانت عم بتدور لك على حل اشمل وعلى قصه تضمن لك ربما دوله حقيقيه، لانه تم في اتفاق كبير جدا. ولكن الآن ربما هذا الطوفان أو ما يجري الآن من دوامة عنف أوقف كل هذه المحادثات، خصوصا أن الإدارة الأمريكية الآن لا تستطيع أن تطرح صفقتها في ظل إصرار إسرائيل على العدوان والاستمرار في مسألة العدوان. هذا من الجانب الفلسطيني أو من جانب الفصائل الفلسطينية والدولة الفلسطينية ومنظمة التحرير الفلسطينية، لكن ماذا عن الجانب الإسرائيلي وعن نتنياهو تحديدا وعن الرؤية التوراتية
الإرهابية إذا بدي أقول التي يتبناها المستوطنون الإسرائيليون، كيف توصفها اليوم بما أنه هنالك استحالة ربما أن يقبل نتنياهو بتفكيك مستوطنات، بتنازل للفلسطينيين عن دولة على دولة فلسطينية، وأكبر دليل هو رفضه للدولة الفلسطينية أو للسلطة الفلسطينية بالرجوع وحكم قطاع غزة؟ بس كمان في تفاهمات الان بينه وبين السلطه الفلسطينيه، وكمان في وفد من السلطه موجود بالقاهره بقياده عزام الاحمد ليقعد مع اسماعيل هنيه وينقل له التفاهمات الاسرائيليه. شخص نتنياهو يا عزيزي او يا ابو يا اير، هذا رجل مهووس بالسلطه، مهووس بالجلوس على الكرسي، يقدم مصالحه الشخصيه على مصالح حتى دولته. ما بدي ناقش كثير، لكن اكثر من 15 سنه هذا الرجل استثمر في الخراب، استثمر في الانقسام، استثمر بالاعتداء على الفلسطينيين. لكن بالمقابل خليني ارجع لكلام مواطنك اللبناني واستاذنا الكبير غسان شربل، رئيس تحرير جمعيه الشرق الاوسط، اللي بيقول لك رجل بمقال التحرير له قبل طبعا. ايام، اللي بيقول لك بمقال له، اكيد طبعا موجود التحرير الاستاذ غسان صديق عزيز واستاذ كبير، بيقول لك بمقال له قبل ايام، خمس اشخاص طلعوا بالستينات واسسوا ما يسمى منظمه التحرير الفلسطينيه. ثلاثه منهم اجوا من خلفيه اخوانيه بحسب غسان شربل، ابو عمار، ياسر عرفات، خليل الوزير ابو جهاد، وصلاح خلف ابو اياد. واجوا اثنين اخرين، واحد من خلفيه بعثيه هو ابو اللطف فاروق القدومي، وواحد من خلفيه ما حدا بيعرفها شو هي سياسيا، محمود عباس ابو مازن. خلينا نحط هدول الخمسه اللي مشوا بعدين طول الطريق واسسوا. باختصار شديد، لما عرفات راح من تونس لاوسلو وعمل السلام، عملوا مع مين؟ مع رابين. رابين شو صار فيه بعدين؟ اسحاق رابين تم قتله. انقتل على ايد شخص مؤيد لليكود لنتنياهو. بعد ذلك الليكود صار في السلطه، اجى اريل شارون، بعدين اجى نتنياهو. طبعا كانوا يجوا حزب العمل بمراحل معينه كويس، بس انت اليوم لما بتحكي مثل هالايام تقريبا، مثل امبارحه تقريبا، تعرف بسنه 1998 يا عزيزي، مثل هالايام هي بديسمبر، كان الرئيس عرفات الله يرحمه عم يفتتح مطار غزه الدولي، بحضور الرئيس الأمريكي وقتها. الرئيس الامريكي والرئيس الفرنسي وامير قطر السابق وعده زعماء، وكان الرئيس ابو عمار عم يفتتح وقتها او عم يدشن حفر ميناء قطاع غزه الدولي. تصور كل هاي الامور. طيب لو بدنا نروح لكل هاي السير، كل هاي السوالف، كمان حماس وقتها استثمرت هي والفصائل بالعمليات الانتحاريه اللي ادت لتقويض سلطه فلسطين، عفوا ادت لتقويض موضوع اتفاقيه اوسلو بحسب كلام غسان شربل، وانا بتفق معه كثير. عرفت شلون؟ فانت لما بدك تحكي كمان لازم نتعلم قبل ما نتكلم. هدول اللي بيحكوا لنا وبتنقل حضرتك عنهم اكيد وجهه نظر، انا يعني ما عم بحملها لحضرتك، هي وجهه نظر لدى البعض، لكن اقول له تعلم قبل ان تتكلم، اقرا قبل ان تتحدث. اليوم في واقعيه موجوده في المشهد، اذا بدك اليوم تفهم الواقع لازم تعرف انه ما يجري في الكواليس هو جزء منه علاقه مباشره. يعني هلا الاخوه القطريين كيف علاقتهم بحماس؟ طب ممتازة، صح ولا لا؟ صح. طيب وإن كانت طبعا بولا يعقوبيان قالت بالمشهد عن طوني خليفة إنه حماس ما بتثق كثير بالقطريين، وردت عليه، لكن هي قالتها بعظمة لسانة، مو مشكلة. بكل الأحوال فنحن اليوم بدنا نحكي، اليوم القطريين عم يقعدوا مع مين؟ مع الإسرائيليين. قطري مو كان قاعد مع رئيس الموساد بوارسو من يومين؟ طيب أكيد في رسائل تنقل بين الجانبين، يعني حتى حماس بقصة معينة بتقطع مع قصة التواصل مع إسرائيل، في شيء بيقطع كمان ولكن من خلال قطر وغيره. خلينا نحكي بالآخر، اليوم في تفاهمات كثير كبيرة عم بتصير كباكج كامل لكل القصة هي، ولكن على مبدأ خروج لا رابح حقيقي ولا خاسر حقيقي. قد تكون هاي الأمور لها علاقة أحيانا بمسألة تمتد لأشهر، يعني اللعب على المصطلحات. الآن إسرائيل انتقلت من مصطلح القضاء على حماس إلى مصطلح تفكيك قدرات حماس. شوف اللعب على هاي الألفاظ، قد يذهبون إلى مصطلح العمليات العسكرية الكبرى والعمليات العسكرية الصغرى. كل هذا الشيء عم يحصل، لكن يا حسرتي عليك، تبقى أنت في لبنان مفعول به وليس فاعل. أنت مطلوب منك دفع البلد ثمن لتحرشات مطلوبة منك إيرانياً، وهون مصيبة، وهذا الشيء اللي بيزعلنا. هل تعتقد بأنه ربما لن ترتاح المنطقة حتى إزالة هذا الاحتلال، أو من وجهة نظرك هذين الاحتلالين؟ يا صديقي شوف، المنطقة مرتبطة دائما بمسائل متعلقة بقيادات ودول، على الأقل المنطقة ليست منطقة واحدة، نتحدث عن منطقين في منطقتين، دعني يعني أركز المركز وأؤكد على المؤكد، هناك منطقين في منطقتين. المنطقة إذا تحدثنا عن موضوع الاحتلال الإيراني الجاثم
على صدور الكثير من الدول الموجودة، فهذا للأسف أحيانا بإرادة من ساسة أو بعض ساسة تلك الدول، وللأسف بإرادة وقبول من بعض المتمرسين والقيادين في تلك الدول. هذا ما يجري في سوريا، في لبنان، في العراق، في اليمن، وحتى بفلسطين، بغزة، في هذه الجزئية. طيب نتحدث عن الطرف الآخر. في طرف عامل تنظيم خلاف مع إيران، هو الطرف الخليجي، عنده مصالحه، عنده سيادته، عم يقدر يفرض حتى على الآخرين مصالحه. هذين منطقين في منطقتين منفصلتين. بالآخر أنت لا فيك تحكي بزوال أي شيء، ولا فيك تحكي ببقاء أي شيء. أنا بحكي بمنطق التفاهم، بمنطق قد يقوم على الاتفاقيات والتفاهم. أنت وكما يقال بالعامية السورية، علم على كلامي، راح تروح ربما بعد 10 سنين، بعد 5 سنين، بعد 3 سنين، بعد سنتين لتفاهمات أكبر مع إسرائيل، وربما يجري ذلك بمنطق عربي، يعني على مستوى المبادرة العربية وغيرها. هذا الشيء مرتبط الآن أنه أنا بقول لك أنا ما بصدق اليوم لبناني بيعادي إسرائيل، ما بصدق لبناني بيعادي إسرائيل بالمنطق العدائي تبع الشعارات. تعرف ليش؟ في خوف من حزب الله. أنا بقعد مع سياسيين لبنانيين كبار وما بدي أسمي لك، يعني هو لابس لك كما يقال قميص المقاومة مشان ما يزايد عليه حزب الله. اما بتشوفه كل جلساته وكل قصصه وكل قعداته باوروبا مع الاسرائيليين عادي، بيشاركهم، بيشتغل معهم، بيعمل معهم. خلينا شوي نكون مسؤولين، منطقيين. لا أنا لدي الفضول، مسؤولين لبنانيين كبار بالسلطة اليوم يجلسون مع الإسرائيلي في أوروبا؟ عادي طبيعي، ما هو اليوم نازل باوتيل باوروبا ونازلين فيه اسرائيل قاعد معهم على الفطور. سميلي. لا ما فيني اسمي لك، اعوذ بالله، بخسر صداقاتي وعلاقاتي، ما دول مصدر معلوماتي، ما بسمي حدا. تمام، حابب أوصل أنا وياك لخلاصة، بما أنه كان حوار عن جد قيم ونقاش حضاري جدا. اليوم الواقع المزري في غزة، كيف سيكون المشهد في اليوم التالي بعد الحرب؟ وهنا يدور النقاش، وهنا تدور السيناريوهات العدة. هل سيكون قطاع غزة محكوما بقيادة القسام، بقيادة السلطة الفلسطينية، بقيادة دحلان، أم بانتداب ربما عربي ودولي وإسلامي؟ كيف ترى المشهد في اليوم التالي بعد الحرب؟ شوف انا باعتقادي يعني مساله موضوع حسم الوضع العسكري بالقطاع هي مساله وقت، للاسف مساله وقت، يعني نتحدث عن وقت. قد تدخل المعركه بمنعطفات خطيره في لحظه من اللحظات بشكل دراماتيكي يعني غير متوقع، يعني فجاه يقولوا لك انه مثلا قتلوا فلان، اغتالوا فلان، اعتقلوا فلان. قد تصبح الامور بهذه المفاجاه، كما ان الطوفان بحد ذاته مفاجاه. ولكن فيما يتعلق بقطاع غزه، الترتيبات المتعلقه باستلام السلطه، عفوا أعتذر عن المقاطعة، ولكن تقول لي بأن هزيمة حماس باتت وشيكة بقطاع غزة؟ شوف اعتقد بطبيعه الحال ان المساله مرتبطه بقرار بتفكيك حماس، وهذا الامر مدعوم، يعني دخول البريطانيين على الخط. ليش ما حطيناه بعين الاعتبار والبصمه الصوتيه لاطول الانفاق؟ البريطانيين عندهم اجهزه معينه في هذه القضايا. راحوا الاسرائيليين بعد يومين اعلنوا عن موضوع الانفاق، اعلنوا البارحه كانوا يتحدثون في الاعلام الاسرائيلي، قالوا بان كلبا اعزك الله والمشاهدين كان في عنده كاميرا ودخلوه وصور اماكن معينه كان موجود فيها السنوار، لانه عم يستعملوا حتى كاميرات ترصد وتصور ما وراء الجدران وما تحت الارض. ما بدي غوص كثير بالتحليل العسكري، ماني شاطر فيه، لكن على الاقل الم ببعض المعلومات. لكن خليني اروح لمساله كثير مهمه، السلطه الفلسطينيه تم التفاهم معها على مساله حكم القطاع ما بعد مرحله حماس. قد تكون هذه المرحله لبعد سنوات، لبعد اشهر، الله اعلم، الله يكون بعون اهلنا الفلسطينيين، نرجع نقول المدنيين، عرفت كيف؟ ولكن حتى افيدك واعطيك يعني من الشعر بيت، حتى في عناصر من السلطه بدأوا تدريب الآن في بريطانيا وبعض الدول على مستوى شرطة لقيادة القطاع في مرحلة معينة، وهي معلومة مش حتى يعني كما يقال تكهن أو مرمية من هنا وهناك. بالنسبة للسيد دحلان، ذكرت السيد أبو فادي محمد دحلان، الرجل هذا شخص محترم، بالنسبة له حاربته حماس، وقف ضده، وحتى حاربه محمود عباس. لكن بيبقى أبو فادي، أنا بالنسبة لي كعربي ولست فلسطيني، أتمنى أن يحكم فلسطين، أتمنى هذا الرجل أن يستوي بيوم الأيام قائد على مستوى الدولة الفلسطينية، رجل عاقل لديه مروحة علاقات ممتازة، ورجل أيضا يمثل حالة من حالات الواقعية في الطرح السياسي. فكل الاحترام لأبو فادي محمد دحلان، لأنني أعتقد أنه الأصلح لحكم فلسطين، ولكن للأسف أعتقد أحيانا بأن هناك قوى غربية لا تريده. عبد الجليل السعيد، الخبير في الشؤون الخليجية، أشكرك على هذا الحوار المفيد. شكرا جزيلا لكم، وشكرا لهذا الصوت وهذه المنصة المحترمة في لبنان، وتأكدوا دائما كل الاحترام للشعب اللبناني ولجمهوري أيضا أنا الشخصي في لبنان، وكل لهم كل الاحترام، جمهور عريض يتابعنا من هناك، أعتز به وأفتخر به، وأتمنى أن يعود لبنان كما يقال في يوم من الأيام هو مستشفى العرب وجامعة العرب ومصرف العرب ومكان يسوح به العرب ويتثقفون، لأن لبنان بلد جميل. وأقول لكل متأير في لبنان، اعتز بلبنانيتك،
ترى والله الله شرفك وكرمك بأنك لبناني فلا تتأيرن، ونقطة انتهى. شكرا لك. شكرا لك مرة أخرى مشاهدي سبوت شوت، هيك بنكون وصلنا لختام هذه الحلقة، بتشكركم على حسن المتابعة وإلى اللقاء.